احكي لكم حكايه. صلوا على رسول الله. كان في واحد اعزكم الله محتال نصاب يعني، حشى وملأ فم حماره اعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغما عنه، فتح فم الحمار وحشاه وذهب به الى السوق، نهق الحمار تساقطت الايه قطع الذهب منين؟ من فمه. الناس اجتمعت فيه، الدنيا مليانه عجائب. قال لا ده حمار عجيب، ينهق من هنا الذهب يتناثر منه. طبعا الناس دخلوا في ايه؟ في مزاد على طول فورا، ما الذهب ده يذهب بعقول الناس. اقول لك شيء، انت لما قلت لك قبل كده لما تمشي في السوق وزوجتك ماشيه مستكينه فجاه تختفي منك، تجدها فين؟ اول ما تلاقي الاسطر ده يقول لما سمي الذهب ذهبا؟ لانه ذهب بعقول الناس. ذهب اللغه العربيه لغه عجيبه، ذهب خلاص سبحان الله. المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي، روح البيت الحمار ينهق، ما هو ذهب بقى خلاص سبحان الله. يعني الا نسال الله ان يعيذنا واياكم من الطمع. الطمع مشكله الله. شوف الرقي اعرابي ايام البداوة الحقيقية والخلق العربي الاصيل، مر وهو ظمآن على خيمة وجد فيها امرأة، قال يا امة الله عمت صباحا، دي كانت تحية الجاهلية، عمت صباحا عمت مساء، عمت صباحا، ايسر ما عندك اريده واصعب ما عندك لا اطلبه. شو الكلام كل ده عشان ايه؟ عايز يشرب دول سجيني وخلاص. المهم يعني ايسر ما عند اريد ماء، شرب. ف ثم قال لها لو كنت اعرف اسمك لشكرتك. هي الاول قالت له لو كنت اعرف اسمك لقلت لك هنيئا يا فلان. شو الادب، هي برضه حركشه شويه صح ولا لا؟ خلاص ما شرب وخلاص، فبس يعني انا لو اعرف اسمك قلت لك هنيئا يا فلان. قال اسمي في وجهك. قالت هنيئا يا حسن. مش هنيئا يا اغبر، لا هنيئا يا حسن سبحان الله. ف رد عليها قال ولو كنت اعرف اسمك لقلت شكر الله لك يا شكر الله لك يا فلانه. هو على جنبه سيف، السيف اصلا كان يصنع فين؟ في الهند. قال شكر الله لك يا هند، السيف المهند يعني، مش كعب بن زهير لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصصناه، قال فيما قال في قصيدته بانت سعاده فقلب اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مقبول، الى ان قال ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. فالرسول قال له لا، قل مهند من سيوف الله مسلول. فشال الكلمه وحط ايه كلمه مكانها، مهند من سيوف الله مسلول سبحان الله العظيم. فالعنترة كان يقول ايه افضل اجمل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني، الهندواني اللي هو الايه السيف. تمام عليكم نمتوا، طب خلاص بلاش انا احكي حكايه ليه وانا احكي لي نائمين، ما تصحى شويه انت وهو. لا احنا لسه في الايه لا تاخذوا سنه ولا نوم، طب العباد يصحوا شويه، لا اله الا الله. المهم ف النصاب لما المحتال ضحك على كبير التجار، اخواننا العرب يقول ما يجعل للمين الا الشاطر، والشاطر في اللغه العربيه يعني ايه؟ الخبيث اللئيم، لا اله الا الله. لذلك ما تقولش لابنك شاطر، قول ذكي عبقري، ها ما شاء الله يسبق عصره يتقدم على سنه، لكن انت عايز تشتم واحد قول له انت شاطر، يعني انت خبيث ولئيم وشيطان، هذه معنى الكلمه في اللغه. خلاص هتقول شاطر بعد كده لكل واحد؟ اخواننا حتى بتوع الله يرضى عليهم بتوع مجمع اللغه العربيه في مصر
في العشرينات. قالوا غزتنا اللغة الأجنبية. قالوا بعدين؟ قالوا كلمة ساندويتش دي كلمة على الأذن الأجنبية. ما قصة الساندويتش؟ ساندويتش ده كان رجل أمريكاني لاعب ميسر أصلا، يعني أصل حكاية. كان يقعد في لاس فيغاس دي ليل نهار يلعب قمار يلعب قمار يلعب قمار، فكان ما فيش وقت يضعوا له الطعام في طبق، وضعوا له الطعام بس قسموا الرغيف كده وضعوا فيه ما تريدون من طعام وانا ايه. فسمي هذا الطعام ايه؟ ساندويتش، باسم الايه؟ الزبون الامريكي ده، سبحان الله. فاخواننا بتوع المجمع الله يسامحهم قالوا احنا هنعربها لكم. عرب يا عم. قال شاطر ومشطور وما بينهما طازج. تخيل انت تروح للبياع وقول له لو سمحت اديني شاطر ومشطور وما بينهما، يقول له روح يا شاطر العب بعيد انا مش فاضي. واخد بالك انت ايه؟ فيعني طب انت عايز تعربها، عربها لنا باسلوب يعني بسيط شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. العيال المساكين بتوع المره من كم سنه رحت لهم في الجامعه بقول لهم شوفوا احنا عايزين نعرب لغتنا. فمثلا اولادي انا دايما ما اقولش الريموت كنترول. العيال كلهم دارسين انجلش وفرنسي والماني، وقال الراجل ده جاينا من مريخ ولا ايه؟ يعني ايه؟ امال اسمه ايه؟ اسمه الحكوم. تقول لي قلت نكته؟ ها الحكوم حكوم عم اتحكم في البتاع. لكن والله الحكوم كلمة حلوة. طب لو تعودنا عليها. انا اذكر في بداية السبعينات دعوت الاخوة المصريين قلت لهم يا اخواننا كلمة هلو ولا الو دي في التليفون لا داعي، يعني ارفع السماء والسلام عليكم تاخد 30 حسنة. بدأوا الاعلام بقى انت عارف الاعلام اصطادونا بقى. في واحد شيخ طلع لنا جديد يقول قال ايه يحط على الانصر ماشين عنده السلام عليكم انا غير موجود، يعني اترك رسالتك بعد سماع سورة البقرة. والله الله العظيم. ويكتب هذا في صحف ومجلات والناس تضحك زي ما انتم بتضحكوا كده، بتضحكوا على الشيخ بتاعكم. لا اله الا الله. معلش سامحكم الله سامحكم الله. ما ده نتيجة الخير ان يعطيكم خير تضحكوا علينا. المهم فسبحان الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. سبحان الله. فالمسألة اغرب. قال رجل لعمر رضي الله عنه يا ابن الخطاب، قالوا نعم، ما قولك في من ضحى بضبش؟ فعمر الحروف دخلت في بعضها عنده. قال تقصد ان تقول في من ضحى بضبش؟ قال اسألك قائلا ما رأوك في من ضحى بضبش؟ حط الضاء مكان الضاد والضاد وفي لهجات كده. قال يا ولدي تقصد ان تقول في من ضحى واحد يضحي بضبي مش بخروف ولا زي. قال انها لغة يا امير المؤمنين. فكانت اعجب مش لغة. صدم عمر بالايه بالجملة الثانية. قال انها لغة مش لغة. لغة سبحان الله العظيم. المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر راح جمع التجار. الرجل ده نصب عليه باع لي حمار عزهم الله، بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه تقع منه قطع من الذهب، وطلع الكلام ده نصب واحتيال. راحوا على بيته، البيت ما هو عرف ان في حد جاي فر من البيت. فزوجته اهلا وسهلا مرحبا مرحبا، ف اين زوجك؟ ثواني اتفضلوا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضره. قال يا سلام الكلب متعلم الدرجات، نروح يجيب. انطلق الكلب لا يلوي على شيء. بعد شويه جه النصاب المحتال معاه كلب يشبهه. الكلب الثاني فك كان محبوس وايه وما صدق فك. فهم اول ايه سابوا مشكله الحمار وايه عايزين يشتروا الايه الكلب. قال الله يا سلام على الكلب ده نشتريه بكم؟ ورفعوا اعلى السعر. المهم الرجل خده اطلقه ذهب الكلب ولم يعد. قال لا ده رجل ده صدع حكيدنا احنا نروح له كلنا. راحوا فقالت لهم انتظروا حتى ياتي. جه انت رجل انتظر، هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر علية القوم؟ واحنا العربي يحب النفخ اول ما تنفقه يقول لك انا رئيس مجلس الوزراء. قالت لا والله. فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في ايه في غمدها، يعني لما تعمل زي بتوع الايه الحاوي لما النص يروح داخل غطى عليه يدخل جوه شغل حواه. فطعنها
قدامهم عشان بخيلة. النص دخل في ما سبحان، هي حط كيس في صبغة حمراء سالت دم وعملت روحها ميت. قال يا رجل اتق الله. قال لا 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 انا قتلتها كذا مرة قبل كده، استنى بس. طلع مزمار من فمه وقعد يزمر لها، راحت صحيت، عملت لهم القهوة. لا ساووا الموضوع، اشتروا الايه المزمار. ما هذا بالك انت من كده تسمع بقية الحكاية المرة الجاية ان شاء الله. احتال عليك واحكيها لكم. المهم يعني، فالمهم اشتروا المزمار، رجع الرجل اللي معها المزمار طعن زوجته يزمر لها. ايوة الله يفتح عليك، احنا مبيعش مزامير هنا، احنا في المسجد الله يرضى عليك، لا نبيع المزامير. المهم انشغلوا طعن خبر ابيض. كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي جيت تزمر لها بالمزمار لم تستيقظ. طب وبعدين؟ قالوا ديني بس انتهى اعطيني المزمار. راح ده طعن زوجته وده طعن زوجته. الله الله فتخلص، ودي كانت وسيله من المهم تخلصوا. بعد ما تخلصوا خلي بالك قالوا لا الراجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينه كلها. راحوا حاطينه اعزكم الله في شوال كيس كبير، قالوا احنا نرميه في البحر. فضلوا شايلينه هو ضخم الجثه، تعبوا حطوه في الكيس وايه استغرق في النوم، كبس عليه وناموا. الرجل ايه يستنجد مر راعي غنم ليه واحد جوا كيس. قال في ايه؟ قالوا فكوني بسرعه. فك ايه؟ قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينه، وانا احب بنت عمي، وانا ماليش دعوه في المال، عندها ملايين والاف وانا ماليش دعوه. قالوا لا لا فك 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 امش انت. وراح داخل هو في الكيس عشان ايه يتزوج بنت الطمع. بعد عن الطمع والله لا اله الا الله. المهم سبحان الله صحيوا الجماعه مسكين الراعي الغنم المسكين ورميوه في الايه في البحر. هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت، رجع المدينه لليوم. قالوا انت دي اللي جابك. قال انتوا لما رميتوني في البحر خلي بالك انت طلعت حوريه من البحر، قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بيها اللي يعجبك، اشتريت بيها. قالت بس خلي بالك لو اصحابك دول رموك جوا شوية في الغميق كانت تطلع اختي الكبيرة، الحورية الكبيرة دي اغنى كانت تعطيك اموال اكتر. المهم كلهم سبحوا عشان ايه يقابلوا الحورية الكبيرة، وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينة كلها. مين المحتال ده؟ الكيان الصهيوني. ومين زوجته؟ الولايات المتحدة. ومين اهل المدينة؟ العالم العربي. هل وصلت القصة؟